أما هلأ مشاهدينا ننتقل لأولى محطاتنا لليوم بعالم التجميل. كثير من الصبايا اليوم سلمى بتسمع كلمة إنه وجهك تعبان شاحب، مبين عليكي تعبانة مرهقة مانك نايمة، بشرتك صايرة باهتة. يمكن كثير من الجمل هي بعض الصبايا بيسمعوها بيتضايقوا وبيحسوا إنه في مشكلة فعليا ببشرتهم. صحيح نور، وخصوصا هلأ مع هذا الجو اللي نحن فيه ومع تغير الطقس عموما وتبدله، وايضا مع التقدم بالعمر كل ما تعرضت البشره اكثر لاشعه الشمس والغبار وغيرها من العوامل الكثيره اللي ممكن تؤدي لترهل، وممكن ايضا مع العمر ينقص افراز الكولاجين بالبشره وغيرها من العوامل. اليوم لحتى نعرف كيف ممكن نحافظ على بشرتنا برغم كل هي العوامل رح نحكي اكيد مع ضيفتنا الاختصاصيه اللي صارت معنا باستديو صباحنا غير، الدكتوره رغد عيد اختصاصيه جلديه وتجميل. يسعد صباحك دكتوره، اهلا وسهلا فيك. مساء صباحك واهلا وسهلا فيك. نحن بنعرف قديش الكولاجين هو مسؤول عن نضاره بشره الصبيه. اليوم بنشوف يعني مع تقدم العمر مبدئيا وتاثير بعض العوامل يعني المناخ، التعب، الارهاق، التعرض لاشعه الشمس، تقلب المناخ احيانا من البارد فجاه بيصير اعتدال بالجو بياثر على بشره الصبيه. خلينا نحكي عن العوامل الاساسيه لنقص الكولاجين. يعني نحن بنعرف المرتبط بالتقدم بالعمر ببلش ينقص انتاج الكولاجين. هلا هو نحن من عمر العشرين بشكل عام بلش نخسر الكولاجين تقريبا يعني كنسب 1% بكل سنه، بس هذا كثير بيختلف على طريقه حياه الشخص، يعني مو صحيح. بس عند الصبايا، عند يعني كل العالم الشباب صحيح. والبنات. فنحن مثلا شكل الشيء الاساسي اللي بيساعد بخساره الكولاجين هو عدم العنايه، التعرض الدائم لاشعه الشمس، ما نحط واقي شمسي، هي شغلات كثير اساسيه. الشمس كثير بتسرع من تخريب الكولاجين بالجلد يعني. فهون الواقي الشمسي اساسي، كل ساعتين لازم ينحط. كمان انه ما نرطب الجلد، يعني نحن اذا الشيء بالمينيموم اللي لازم نعمله انه نحن نغسل وجهنا يوميا مرتين، نحط واقي شمسي ونحط مرطب صبح ومساء، هذا بيحمينا انه نحن ما نخسر مي عن طريق التبخر. فشوي بيحمي العوامل اللي بتفرز كولاجين بالجلد يعني. طيب دكتوره كمان هلا عم نسمع كثير عن طرق محفزه للكولاجين، منها طرق صناعيه ومنها طرق طبيعيه. تمام، خلينا نميز بيناتهم لانه كثر الحديث عن هذا الموضوع وخصوصا بموضوع الكولاجين. تمام، هلا نحن في كثير شغلات ممكن تعوض كولاجين، اغلب العالم بتفكر اذا اخذت حب كولاجين او انه اكلت اكل فيه كولاجين اللي هو كثير بيساعدها بتحريض الكولاجين بالجلد، هذا بصراحه ما انه موجود، او اذا صار بيصير بطريقه كثير كثير خفيفه. حب الكولاجين هو شيء حموضه المعده بتاخذ لهذا البروتين، هو بروتين بالنهايه وما بيوصل للجلد بشكل اساسي، بتهضمه بالمعده وبيروح تقريبا يعني. طبعا يعني هو بتختلف على طريقه تصنيعه، بده يكون تايب 1 وتايب 3، يعني النوع الاول النوع الثالث من الكولاجين اللي هو بشكل اساسي موجود بالجلد، لانه الكولاجين ما انه شيء موجود فقط بالجلد، هو بكل الانسجه الرابطه يعني بالعظم بالتندنز بالمفاصل بكذا شيء موجود بالاضافه للجلد. فبصراحه انه اي شيء هضمي ما كثير بحرض كولاجين يعني. الشغلات الاساسيه بتحرض كولاجين بالجلد هي شغلات اولا موضعيه، يعني ممكن مو ضروري نحن نعمل اجراءات بالعياده، في شغلات كثير موضعيه بتساعد، بس مشكلتها انه نحن بدنا نكون في عنا صبر استخدامها طويل الامد. وفي شغلات محرضه ثانيه كاجراءات. هلا اذا بدنا نحكي بالشغلات الموضعيه، اي شيء من مشتقات فيتامين اي بينحط على الوجه طبعا بده يكون بطريقه منهجيه، ما دغري نجي بنحطه. فالريتينول، الريتينويدات بشكل عام، مشتقات الريتينول، الادابلين، تازاروتين، يعني في كذا نوع من انواع هدول مشتقات الريتينويدات، مع الوقت الطويل دراسات عليها بتقول انه نحن بتحرض لنا الكولاجين، بترجع بتعيد بنائه. الشغلات الثانيه اللي هي دراسات عليها شوي اقل بس في كمان منها فائده هي الفيتامين سي لما ينحط، وشيء اسمه نياسينامايد، مشتقات الفيتامين بي. هدول اكثر شيء بحرض كولاجين. هلا في شغلات اخرى بيقولوا عنها انه بس لسه ما الدراسات عليها كامله ووافيه.
اي شيء بنحط بشكل موضعي ككولاجين او هايلورونيك اسيد بصراحه هو ما بيخترق، يعني وزنه الجزيئي كثير عالي ما بيخترق الطبقه المتقرين تبع الجلد، فهو ما بيفوت لعمق البشره لانه الكولاجين هو شيء موجود بالقدمه يعني بالطبقه العميقه من البشره من الجلد سوري، فهو لازم يخترق البشره وبعدين يفوت على الجلد. فالكولاجين الموضعي اللي بنحط من برا هذا ما بيفيد. فهدول الشغلات الاساسيه اللي ممكن تنحط بالبيت. يعني كل بنسمع كريمات كولاجين كثير حتى استخدامها بشكل مستمر هلا هو بيساعد ان هي بتعطي ترطيب عالي كثير، فهي يعني بهي الانواع من انواع الكريمات فعلا بتعطي ترطيب قوي للجلد، بتعطي طبقه حمايه، فهي بتساعد بانك انت ما تخسري بس ما بتساعد انه انت تحرض كولاجين جديد. في شغلات ثانيه كمان ممكن مثل المقشرات الموضعيه جلوكوليك اسيد ساليسيليك اسيد الستريك اسيد كمان بتساعد شوي بهذا الموضوع. هلا اذا بدنا تحريض اكثر صفى هون اجراءات مخرشه بدنا نخترق يعني الجلد ان كان يعني اذا حابين تعرفوا اكيد مثلا ابسط شيء هو المايكرو نيدلينج او الديرما بن اللي بنسمع عنه، هي شغلات بتنعمل بالعياده. نحن هون بنحرض اذيه ممنهجه بقلب الجلد، ف من يعني مثل يعني كتشبيه ما انه طبعا علمي 100% انه نحن بنوهم الجلد انه فيه جرح، فهون بيحرض كل الفايبر بلاست اللي عنده مشان يرجع يقوي جلد يقوي تحريض الكولاجين، لانه بالنهايه الكولاجين هو شيء للكونكتيف تشو ليزيد مرونه الجلد وقوته. هلا الشغلات اللي اقوى مثل الليزرات ليزر سي او 2 فراكشنال بشكل اساسي، الأقوى من هيك هو الشيء نحن بنسميه ابليتيف ليزر يعني بيقيم طبقة كاملة من الجلد، بس هذا كثير قوي. المقشرات اللي بالعيادة الكيميائية وال شو اسمه؟ في فراشي يعني هيك مثل أداة بتكون هيك محزوزة، هي من المايكرو نيدلينج هي اسمها ديرما رولر. هي بس ما في مشكلة الموجود بس في ناس عم يستخدموها بالبيوت. تمام، اللي موجود للاستخدام الشخصي بالبيت بيكون عمقه قليل صفر يعني نص ميلي بقى، صراحة هو بيفوت بس على البشرة بس بيساعد أكيد يعني بس بيساعد بشكل كتير خفيف. الإجراءات اللي بتكون بالعيادة بتكون أعمق من هيك كعمق. يعني في عندك كمان شغلات مثل خيوط تحريض الكولاجين كمان بنفوت بشي بنحرض أزية بطريقة معينة بس مو شد كمان لنحرض كولاجين، فهي بتعمل تليف معين بقلب الجلد بتزيد كمان تحريض الكولاجين. التقشيرات الكيميائيه يعني هو بصراحه بحر من الشغلات، يعني حقنات معينه السكين بوسترز البلازما الغنيه بالصفيحات كمان شوي بتحرض اي شيء بيخترق وحتحقن الهايلورونيك اسيد بشكل مباشر كمان. صحيح. طيب دكتوره في ناس بتجيب الفيتامينات اللي انت قلتي عليها عن طريق حب هي او كبسوله قوامها زيتي وبتحطها على الوش، هل بتقدر تاخذ النتيجه مثل فيتامين اي وغيره اللي هن صاروا موجودين بشكل تجاري بالاسواق؟ يعني بصراحه انه لا، لانه انت هاي الفيتامينات يعني الفيتامين اي حتى هو مثل ما قلت لك له مشتقات كثيره، نحن يعني في له اربع اجيال كشيء كيميائي موجود وبينحط بشكل مباشر على الجلد، في منه بيتخرب بالضوء وفي منه لا ما بيتخرب بالضوء، في منه بدك تحطيه وتطفي الضوء وتنامي دغري، وفي منه لا فيك تحطيه بالصبح طبعا مع واقي شمسي يعني. فانت اي شيء حيكون بكبسول ما حيكون مصنع بطريقه انه ينحط بشكل مباشر على الوجه، ونفس الشيء بالنسبه لفيتامين سي، فيتامين سي شيء بيتخرب بيتاكسد دغري بالضوء، فإذا ما كان مصنع بطريقة صح وحتى بتلاقوا العلبة تبعيته لما تجيبيه هي غامقة كثير بحيث إن أنت حطيتيها بأي مكان شغلت الضوء ما تتخرب. فمو أي شيء بنجيب إذا كسرناه وحطيناه بشكل مباشر على الوجه حيفيدك، ممكن بالعكس يأذي إذا كان شيء فيه مادة ثانية ممكن تعمل حروق بالوجه أو أي شيء. تمام. طيب حكينا هو بحر واسع، يعني عم نحاول نستفسر عن كل التفاصيل والصبايا اللي بتحب تعطي استفسارات كثيرة عن كثير أمور لأنه بتحب العناية ببشرتك الصبية وتحب أساسا تأخر كل عوامل الشيخوخة وتبقى جميلة. طب خلينا نحكي عن الإبر اللي بنسمع عنا، إبر كولاجين إبر نضارة، هي كمان إلى علاقة ولا لا؟ لأنه نحن بنسمع بأسماء تجارية كتير، إبرة النضارة، في إبرة بتزغرق 10 سنين، في كتير بتسمع هي وعودة شوية تجارية قوية بس بتجذب يعني للأسف الصبايا، لأنه بنشوف صبايا صغار اليوم كمان عندهم هذا الهوس بالاعتناء بجمالهم. هلأ هو بالنهاية أي إبرة بتخترق الجلد تع
تعمل شوية تحريض، شيء في شيء خفيف وفي شيء قوي، والمواد اللي بتنحقن طبعا بتفرق كثير على حسب تركيبتها. يعني اذا عم نحكي إبرة النضارة، إبرة النضارة هي اللي بدي اسالك عنها. هلا إبرة النضارة هي بالمفهوم العام جزئين، يا اما ميزوثيرابي، وهون كمان بتختلف على حد. الميزوثيرابي هي عبارة عن مجموعة من الفيتامينات والمواد الكيميائية، خليط، مو كل ميزو هو مثل الثاني. صحيح. فعلى حسب التركيبة اللي بدها تكون موجودة ممكن جدا كثير تحرض، وممكن لا، يعني يا دوب. برجع بقول لك اي ابره حتخترق الجلد شوي حتحرض ولو شوي بسيط. ابره النضاره الثانيه اللي هي سكين بوستر، اللي بتكون مينلي بشكل اساسي بيور هايلورونيك اسيد، بتنحقن ايه بتعطي شويه شد واكيد بتعطي تحريض، بس بتختلف. يعني انا ما فيني اقول انه هي حتفيد كل العالم. في عالم اللي اساسا عم تعتني وما في عندها هذا الترهل كثير، وهيك اذا بتجي بتحقن هيك ابره بتلاقي نتيجه كثير حلوه. في العالم اللي عنده تصبغات وتوسع مسام وفعلا تعب كثير، بدنا نعالج قبل ما نحقن هيك شيء، لانه النتيجه حتكون اقل، فما حتلاقي حالها انها كثير مبسوطه بالشيء اللي عملته. وابر حتى ابر النضاره اذا بدنا نحكي كسكين بوسترز كمان هي اجزاء، يعني اكثر شيء هي بتكون هايلورونيك اسيد، وهذا بقى بيختلف على حسب التركيز وسماكته والموليكولر ويت تبعه، يعني وزنه الجزيئي. غالبا بيكون خليط بين وزن جزيئي عالي ووزن جزيئي واطي. وفي انواع ثانيه بتكون كمان فيها امينو اسيدز وفيها بيبتيدات وهيك، فبتحرض بطريقه ثانيه. فكمان هي على حسب المريض اللي قدام، او يعني هن مو مرضى، بس قصدي انه على الشخص اللي قدامنا وحاله جلده بالاساس لتعرفي شو تنصحي يعني. صحيح دكتورة. كمان خلينا نحكي اليوم في كتير بنسمع كمان عن علامات تجارية ترتبط بالأغذية، إنه هي أغذية غنية بالكولاجين. نعرف نحن إنه مصادر طبيعية أكيد هي مصادر صحية شو ما كانت، أخف ضرر من أي شيء كيماوي. شو هي المصادر الطبيعية اللي ممكن فعلا أو الأغذية ممكن السيدة تستفيد منها بالكولاجين؟ هلأ بشكل اساسي اي شيء، مو اي شيء بحري، بس مثلا مثل السردين، الشغلات الغنيه باوميجا 3، انواع معينه من الاسماك كثير فيها كولاجين. في عندك البروكولي فيه كولاجين كثير، في البون بروث يعني نقي الشغلات اللي بيكون فيها نقي العظم وهيك، هدول اغذيه غنيه بالكولاجين. بالشعبي المقادم والشغل. يعني هيك شغلات اللي لها علاقه اللي مطبوخه بالعظم، يعني اللي بتحطي عظم بقلب الطبخه، هذا بيطلع هذا الماده من قلب الجيلاتين، من تم يعني ايه فيك تقولي هيك شيء. هذا كمان غني بالكولاجين، بس برجع بقول لك هذا الكولاجين كثير بفيد ممكن اكثر الاربطه المفاصل وهيك، وبشكل ثانوي على الاستخدام طويل ممكن شوي ينفع الجلد، يوصل شوي للجلد، بس الصراحه هو ما كثير بفيد الجلد بشكل اساسي. طيب خلينا نحكي عن اهم الخطوات اللي كل صبيه وسيده ممكن تقوم فيها بشكل يومي، روتين يومي للاعتناء ببشرتها للحفاظ على انتاج الكولاجين، لانه بنعرف في كثير من الاخطاء الشائعه يمكن تقوم فيها صبيه، مع انه بتقول لك عم حط كريم الصبح، عم حط كريم قبل ما نام، بس لا بشرتي فيها شويه تعب. في بعض الاخطاء الشائعه كمان بتقوم فيها كل صبيه، خلينا نعطيهم بعض الخطوات لكل الصبايا اللي عم يتابعونا. تمام. برجع بقول الحماية هي الأساس. يعني نحن الواقي الشمسي كثير عالم بتحطه بطريقة، بالشتاء بيقول لك ما بنحط واقي لا شمسي. بالعكس، يعني إذا غيم، إذا مطر، كله حتى جوا البيت، إذا البيت مشمس، كنتي بالسيارة، كنتي قاعدة بمكان مشمس حتى لو مغلق، الواقي الشمسي كثير أساس. هي أشعة الشمس بتخرب الكولاجين بطريقة كثير سريعة، هذا غير إنه بتعمل مشاكل ثانية بالجلد، بس نحن عم نحكي عن هذا الموضوع بس. فالوقاية، الواقي الشمسي بده يتجدد على طول. الشغلات الثانية طبعا تنظيف الوجه بشكل أساسي، ومثل ما قلنا الترطيب الدائم طبعا بنوع مرطب مناسب لك. يعني دائما بيقولوا إذا أنا بشرتي دهنية ما برطب، لا، هو في مرطبات بتكون أساسها مائي، هي للبشرة الدهنية بتساعد، لأنه هذا مو معناته أنه أنت ما عم تخسري شيء عن طريق، تخسري بكمية أقل بس مو ما عم تخسري مي أو ما عم يتبخر المي عن طريق الجلد. الشغلات الاكسترا اللي مثل ما قلنا الكريمات الموضعيه، وهي فعلا كثير ظريفه كعنايه، وحتى اذا عم تعملي شيء بالعياده انه نحن نستمر مشان النتيجه تستمر معنا. وكل ما بلشنا بعمر اصغر، كل ما بهدول الكريمات كل ما استفدتي للعمر الى اكثر. يعني نحن دائما بنقول يعني اذا بدك بشرتك تكون كثير حلوه بالخمسينيات بدك تبلش العنايه بالعشرينيات، لانه هي شغله طويله الامد، ما في شيء سريع بهدول القصص. صحيح. استخدام سنه واثنين وثلاثه لتبلشي فعلا تقولي انه مو تبلشي لتشوفي فعلا نتيجه قويه، النتيجه ملحوظه.
فبده طيب صبر الموضوع. طيب دكتورة، خلينا اليوم مثل ما حكيتي حضرتك صار في كتير وسائل بديلة علاجية، وصار في سيدات بتقول أنا بدل ما أقعد أعمل كل هاي التفاصيل بالبيت بروح بعمل إجراءات تجميلية بالعيادة وانتهى الموضوع. اليوم الإجراءات التجميلية في بعضها إلى وقت أو إلى مدة كمان، يعني طبعاً مو كله بيقعد فترة طويلة، مثل مثلاً البوتوكس بيقول لك بين 4 شهور 6 شهور ماكسيموم سنة يعني كأقصى حد، وحسب يعني هو بوتوكس ما بيضاين سنة بس أي طبعاً حسب طبيعة البشرة وحسب تقبلها واستقلاب الجسم واستقلاب الجسم. طيب كمان الكولاجين أو الإبر المحفزة أو حتى البلازما اللي عم يعملوا فيها هلأ عم يحقنوا مثلاً فيتامينات أو شيء معين، قديش المدة العلاجية لحتى نكون واضحين كمان؟ المدة العلاجية بالعيادة يعني مثلا لما هي بتعمل من هذا النوع من الإجراءات قدي بيضاين النتيجة وقدي بيضاين حتى قدي تستفيد هي على حسب. برجع بقول لك يعني ما في اثنين مثل بعض، وبصراحة يعني حتى إذا اثنين كتير قراب من بعض مو معناتها هنن حيستفيدوا على نفس الشغلات. طبعا نحن بنجري دائما بنمشي بالإجراءات خطوة خطوة، بنبلش بأقل شيء لقينا استفادة عليه ما لنا مضطرين على باقي الشغلات وتواليك. هلا أول فترة علاجية بده تكون إذا نحن عم نقول بشرة تعبانة ما حدا ما نو معتني بالأساس، أول فترة بده تكون الإجراءات ورا بعضها مشان نحن نعوض القديم. فبدت لنقول مثلا جلستين ثلاثة أربعة اللي هو على حسب طبعا الإجراء اللي حنعمله. يعني نحن البوتوكس تماما غير البلازما تماما صحيح. غير الدرمابان يعني مثل ما قلت لك كل وحده شيء صحيح. فنحن هون بتختلف، في عالم فعلا بجلستين بتلاقي نتيجه كثير رائعه او جلسه احيانا بتلاقي انه اوكي، بس دائما نحن بنفضل يكون ورا بعض التحريض اكثر، وفي عالم بدها 5 7 جلسات يعني هي كثير بتختلف قد ايه في توسع مسام قد ايه في تصبغ قد ايه في تجاعيد رفيعه او تجاعيد عميقه، وهون شو نوع الاجراءات كمان بيختلف. متى ما وصلنا للنتيجة النهائية نحن أي إجراء عملناه المفروض يضايلنا حوالي سنة ونص depending، يعني إذا وصلنا فعلا للنتيجة اللازمة، لأنه نحن بالنهاية ما بدنا ننسى نحن عم نتقدم بالعمر، مثل ما التقدم بالعمر شغلة عجلة عم تمشي يعني كمان الاعتناء بده يكون شيء دائم مستمر. فنحن هون الاعتناء ممكن يكون بالرعب لك بكرامات البيت قد ايه نحن وقينا حالنا من الشمس وهيك ما تضطري تعملي شيء ثاني او بتعملي شغله كل سنتين مره خفيفه، وفي عالم اللي ما بتعتني واللي اهملت حالها بدها ترجع تعمل كل 6 شهور كل سنه مره كمان. هي بتختلف كثير بين الاشخاص ودرجه صحيح. اهتمامهم يعني. طب خلينا نحكي عن التقشيرات يعني مثل الديرما بين او الفريكشنال، يعني هلا مثلا بالشتاء بتقول لك انسب وقت ممكن اعمل جلسه تقشير لانه بنعرف الطبقه بتكون حساسه ويعني ونشيل طبقه الميته وقديش بنعطي انتعاش لبشرتنا. انت مع هي الاجراءات التقشيريه بشكل سنوي؟ يعني كثير بينصحوا فيها بعض الاطباء وبنحكي عنها دائما دائما، في دكتور بيقول لك انا مع، في دكتور ثاني بيقول لك انا بصراحه مع كثير يعني اذا كان بس يعني برجع بقول لك هذا ما في شيء بيلغي الثاني. انا مع كثير لانه فعلا بتلاقي نتائج عليها كثير حلوه، حتى لو البشره صحيه بس بتحسي انت عم انه ايه بتعملي لها ريفرشمنت يعني دائما صحيح. بتقول لك العالم انت عم تضوي او انت طالعه فريش فعلا يعني كل الوقت حتى بالايام اللي بتكوني فيها تعبانه. فايه انا معهم بس هذا على حسب يعني الفراكشنال ليزر أداة كثير رائعة. لا بالعكس هو عميق والدرمابان عميق. إذا بدنا نحكي بالشغلات السطحية أكثر ممكن المقشرات الكيميائية، وهي كمان على حسب نسبتها لأنه في نحن عندنا مقشرات 35% بالنسبة للتي سي اي والجليكوليك أسيد أو 50 أو ممكن نوصل لل 70 وممكن نوصل أكثر، فهذا على حسب نسبة المقشر وكم طبقة ما نحطها كمان بنفوت بعمق الجلد. فأنا معه بس هذا بيختلف يعني مثل التقشير الكيميائي أو الفراكشنال ليزر بدك قاعدة بالبيت قولا واحدا، فهدول حصرا بالشتاء. درمابان داون تايم تبعه أو نحن شو بنسميه الوقت اللي أنت حتاخديه من حياتك هو مانو كتير طويل، وسطيا بيكون يومين، فإذا عندك بآخر الأسبوع بتعمليهم للسبت أحد بيكون أمورك رواء يعني. فأنا بنصح فيهم أكيد. في شغلات ما بتنعمل غير حسب الشتاء وفي شغلات بتنعمل يعني مرة بالسنة مرتين مع هلا إذا نحن البشرة منيحة وكل شيء تمام وعم نحط كل شيء علينا مرة بالسنة بكفي. دكتورة قبل ما نختم معنا دقيقة تقريبا، أهم النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل السيدات والصبايا اللي عم بيتابعونا عن موضوعنا اليوم بما يخص الكولاجين؟ أهم نصيحة أنه نحن ما نلحق ترند، يعني انه
لما تسمعي عن شغله ممكن تكون كثير فعاله وفعلا رائعه، بس نقرا يعني، ولا اسهل انه الواحد يعمل بحث عن شغله، بس مو كل شيء انه حدا عمل هيك فهو مناسب لي. كل مريض او كل شخص فعلا مختلف عن الثاني. الاعتناء بالبيت بالرعب، وبكرر عليه كثير شيء اساسي. انا اي حدا بيجي لعندي بقول له انه جايين بس نعمل بالعياده، يعني بصراحه لا تتوقعوا انه النتائج كل شيء هو مثل ما هو. عوامل مختلفه بتسبب الموضوع، كمان عوامل مختلفه بتعالج الموضوع. ونوقي أجان، نوقي هاي واقي الشمس أهم شيء. أكيد دكتورة بنتشكرك، كنا سعيدين بوجودك اليوم على كل النصائح وكل التفاصيل اللي حكينا عنها. شكرا كثير. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. ميرسي.